فيروس كورونا كابوس تعيشه 150 دولة بل العالم بأسره. جهودها المتفاوتة لم تستطع حتى الآن كبح عدد الإصابات والوفيات. واقع غير كل شيء، لكنك وأينما كنت لم ترى الوجه الآخر للفيروس. فكورونا اسم واحد لكنه متحور وبأربعين بصمة مختلفة. بحسب علماء أيسلندا، كورونا يتحول ويطور نفسه بحسب البلد التي جاء منها، وكأنه يغير بصمته. ثلاث بصمات أو طفرات بالمسمى العلمي هي التي تفتك بأوروبا الآن: كورونا بنسخته البريطانية، الإيطالية والنمساوية. تطوير كورونا لطفرات مختلفة ليس المفاجأة، لكن العدد مقارنة بأسلافه من الفيروسات أو حتى تلك التي تنحدر من العائلة التاجية نفسها أقل بكثير. الطفرات المكتشفة في أيسلندا لم تشبه أي عينات للفيروس من ووهان الصينية، لكن العلماء متفقون على أن كورونا سيصبح أكثر عدوى مع تطوره المستمر. مشهد قاتم مشاهدينا، غير أن هناك جانباً مشرقاً إذا أخذنا فيروسات أخرى كمثال. فإنفلونزا الخنازير H1N1 كانت بمستوياتها الأقوى في صيف 2009، عادت بقوة في 2010، واليوم تتصرف كالإنفلونزا الموسمية. كما أن بعض العلماء يرون في تطور كورونا حالياً بريقة أمل في مجال تطوير لقاح له. التجربة الصينية مع كورونا هي الأخرى تدعو للتفاؤل، فبحسب علماء جامعة بكين، هناك نوعان لفيروس كورونا في الصين. الأول كان أكثر عدوانية حين ظهر في ووهان، وانخفض انتشاره منذ أوائل يناير. لقاح كورونا سيستغرق بين 12 شهراً و 18 شهراً. الأمل في هذه الفترة أن يأخذ الفيروس أنماط أسلافه التقليدية، أي أن يصبح أكثر عدوى لكن أقل تأثيراً على البشر.